كشف مصادر أمنية عراقية عن ضلوع الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع عزة الدوري وحارث الضاري وعصابات داعش في اختراق الموصل وتكريت بقصد التأثير على الموقف العراقي من الأزمة السورية، واصلت القوات المسلحة العراقية قتالها ضد المجاميع الإرهابية، فحولت محيط مصفى بيجي إلى مقبرة لأكثر من 230 إرهابيا خلال الأيام الثلاثة الماضية. وفيما تخوض قوات الحدود عند منفذ الوليد الحدودي مع سورية قتالا باسلا رغم نفاذ ذخيرتها ضد مجموعات إرهابية تحاول السيطرة عليه، أسفرت عمليات جوية نفذتها طائرات الجيش العراقي في مناطق تكريت وتلكيف والدجيل والفلوجة وسامراء عن مقتل 149 إرهابيا من بينهم صبر المرعاوي الملقب بأبي عائشة وأبو عبد الرحمن الناصري من أمراء داعش، إضافة إلى تدمير 7 مخابئ للأسلحة والذخيرة في جامعة تكريت وتدمير 37 عجلة مسلحة. مأساة ما جرى في سوريا هي تنتقل اليوم إلى العراق، وهذا الانتقال هو عبارة عن مخطط كان بدأ منذ زمن طويل وانتقل إلى العراق عبر امتدادات داعش وكذلك توغل دولي وإقليمي ومؤامرة واضحة في هذا المعنى. الحمد لله نحن بالمرصاد لذلك، إن شاء الله استطعنا أن نوقف مد داعش، وإن شاء الله ستنتهي بإذن الله المناطق الأخرى. وفيما اختطفت عصابة داعش سيف الدين المشهداني أحد قياديي جناح عزة الدوري بسبب الصراع على الأموال المنهوبة من البنوك، أعلنت قبائل العبيد في العراق على لسان زعيمها الشيخ أنور العاصي رفضها لمبايعة داعش في كركوك وإعلانها الحرب ضدها. نادي العبيدي، تلفزيون العربي السوري، بغداد.